السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا ملاح. كاين واحد بعث لي رابط فيديو، قال لي واش رايك فيه. نخليكم تشوفوا الفيديو هذا، نظن لربما اغلبكم شفتوه في مواقع التواصل الاجتماعي لانه ضرب بزاف. من بعد نحاولوا نفسروه اقتصاديا. شوفوا الفيديو. Bonjour. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Oui, merci à vous. Très bien. Ouais. En fait, je voulais échanger. Alors. غادي نجبد لها الدينار الجيريان تاعنا. الفحل في باريس شوف واش يسوى. فوالا 6000 دينار الجيريان. 6000. على ربي. شونج. شونج. Change group. Désolé, monsieur, on ne les prend pas. Vous ne les prenez pas? Non. Mais pourquoi? C'est trop exotique pour nous. C'est. Ouais. Dommage. Peut-être si vous allez chez Global Change. Donc vous ne prenez pas les dinars? Dinars algériens. Vous prenez tout à part le dinar? C'est ça. Vous on prenez prend tout, les Tunisiens, tous les, on prend les, vous prenez les Tunisiens et les, quoi? Les Marocains. Et pourquoi les Algériens, nous, pourquoi vous ne prenez pas? Je sais, c'est trop. Je ouais. sais pas. Vous savez pas. Ouais. Nous aussi, on sait, on sait pas. Nous aussi, on sait pas, madame. Non, mais, après, d'accord. Les, merci. Les banques qui vont prendre n'acceptent pas. Dommage. Là. Bah alors, désolé, monsieur. Ils vont retourner dans la petite sacoche. Merci beaucoup. صح واش يعني هذا الفيديو؟ نحاولوا نطولوا تفسير اقتصادي. علاش مكتب صرف في فرنسا يقبل يغير العمله تاع المروك، يقبل يغير العمله تاع تونس، ولكن العمله الجزائريه ما يقبلش تماما؟ بكل بساطة لأنه هذا مكتب الصرف في فرنسا ولا في أي بلاد الهدف نتاعو تجاري، كأنه حانوت يبيع ويشري في السلعة، ولكن هو يبيع ويشري في العملات. وما أنت كي تروح تبيع له أي عملة يشريها لك نوعا ما رخيصة ويعاود يبيعها لك غالية، ولكن العملات اللي ما راهيش مطلوبة عنده يوم يومين سمانة شهر شهرين ما يجي حتى واحد يطلبها، هو اكيد ما راحش يشريها لانه ما يقدرش يعاود يبيعها. ربما جربوا خطره زوج ثلاثه 10 20 شراو الدينار الجزائري ولكن يبقى لهم يخسروا فيه. وعليه هو يقول لك انا هذه العملات اللي ما عليهاش طالب في فرنسا انايا ما نبيعهاش وما نشريهاش. ولكن السؤال المطروح، علاش الدينار الجزائري ما راهوش مطلوب في اوروبا؟ كاين زوج اسباب رئيسيه. السبب الاول هي انه احنا في الجزائر ما عندناش سياحة، وحتى اللي يدخلوا للجزائر هما أغلبهم جزائريين مغتربين، ولكن الأوروبيين ما يجوش للجزائر. وعليه تقريبا منعدمة باش يجي أي واحد لهذاك مكتب الصرف يقول له هاك الأورو ولا هاك الدولار ولا هاك أي عملة واحدة أخرى وراني حاب نشري دينار جزائري. وبما أنه ما كاش اللي يحوس على هذه العملة تسمى هو ما يشريهاش. هذا السبب الأول، هي أنه ما عندناش سياحة. كنا درنا فيديوهات سابقة خطرة ولا زوج قلت لي يلزم نطوروا السياحة في الجزائر، ولكن للأسف الشديد تشوف الرأي تاع كثير من ولا شريحة كبيرة من الجزائريين يقول لك احنا ما نحتاجوش السياحة ولأنه تبدل العادات والتقاليد وكذا، رغم أنه كان كثير من البلدان في العالم عندهم سياحة وعادي جدا، سياحة محترمة، ماشي شرط السياحة كي ديرها راح يعني تستهدف واحد العينة كما يديروا بعض الدول العربية، يعني احتراما للمشاهدين ما ندخلوش في هذه التفاصيل. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أنه عنا كبير فرق كبير بين سعر الصرف العملة الجزائرية يعني الدينار الجزائري في البنوك وفي السوق السوداء. ومادام عندنا عدد كبير من المغتربين حقيقة يجوا في الصيف ولا يجوا يعني في كامل العام، وكاين اللي يبحثوا أموال هنايا للعائلات نتاعهم، لو كان ما كانش هذاك الفارق في سعر الصرف هو أكيد كيكون داخل البلاد يروح لأي مكتب صرف يبدل العملة هذيك، يعطي له الأورو ولا يعطي له الدولار ويشري الدينار الجزائري مباشرة. كيدخل لهنا يبدا يشري ديريكت، يروح مش عارف أنا الطاكسي والقضية نتاعو وكذا يبدا يخلص بالدينار الجزائري. ولكن بما انه كاين فرق كبير في سعر الصرف داخل البنوك وفي السوق السوداء، هما واش يديروا الجزائري المغترب اللي يجوا؟ اكيد ما يحولوش العمله نتاعهم في البنوك الجزائريه ولا في هذا يعني مكاتب الصرف، يتوجهوا مباشره للسوق السوداء يبيعوا العمله نتاعهم باش يربحوا هذاك الفارق. وعليه هذه هي
اهم الاسباب يعني بكل بساطه. احنا في الجزائر ما عندناش سياحه، وايضا كاين فارق في سعر الصرف العمله الصعبه بين البنوك وبين السوق السوداء. هذا هو التفسير الاقتصادي للفيديو هذا. كالعاده في التعليقات عطونا الاراء نتاعكم، اضافات، انتقادات، تساؤلات واحده اخرى نحاولوا نجاوبوا عليها. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد، جام كومونتير، والسلام عليكم.